لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافى يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى: وإني خفت بني عمي وعصبتي من ورائي يقول من بعدي أن يرثوني. وقيل عنا بقوله من ورائي من قدامي ومن بين يدي، وقد بينت جواز ذلك فيما مضى قبل عن ابن عباس: وإني خفت الموالي من ورائي، يعني بالموالي الكلالة الأولياء أن يرثوه، فوهب الله له يحيى. عن أبي صالح: إني خفت الموالي من ورائي، قال العصبة. عن أبي صالح قال: خاف موالي الكلالة. عن مجاهد: خفت الموالي من ورائي، قال العصبة. عن قتادة: إني خفت الموالي من ورائي، قال العصبة. عن السدي: والموالي هن العصبة. والموالي جمع مولى، والمولى والولي في كلام العرب واحد. قرأته قراء الأمصار: وإني خفت الموالي بمعنى الخوف الذي هو خلاف الأمن. الخوف الذي هو خلاف الأمن، بمعنى الخوف الذي هو خلاف الأمن. وروي عن عثمان بن عفان أنه قرأه: وإني خفت الموالي، كأنه وجه تأويل الكلام: وإني ذهبت عصبتي ومن يرثني من أبناء أعمامي. فإذا قرئ ذلك كذلك كانت الياء من الموالي مسكنة غير متحركة، لأنها في موضع رفع بخفت. لم يذكر القول الآخر أن هو لسه جاي، ويعني يظهر أن قرابته لا يقومون بما يجب من واجبات الدين، فطلب ولدا يكون نبيا يرث النبوة من بني إسرائيل ويقوم فيهم بواجب الدين. يعني التفسير بالعصبة لا يلزم منه الوراثة المالية. وكانت امرأتي عاقرة، وكانت زوجتي لا تلد، يقال منه رجل عاقر وامرأة عاقر. فهب لي من لدنك وليا، يقول فارزقني من عندك ولدا وارثا ومعينا. وقوله يرثني وارث من آل يعقوب، يقول يرثني من بعد وفاتي مالي، ويرث من آل يعقوب النبوة، وذلك أن زكريا كان من ولد يعقوب. عن أبي صالح قوله يرثني ويرث من آل يعقوب، يقول يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة.
بس جد بعيد قوي، هم دول كلهم من بني اسرائيل. عن ابي صالح قال: يرثني ويرث من ال يعقوب يكون نبيا كما كانت اباؤه انبياء. عن مجاهد: يرثني ويرث من ال يعقوب وكانت وراثته علما، وكان زكريا من ذرية يعقوب. الحسن في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب نبوته وعلمه. عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من وراثة ماله حين يقول: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. إسناده ضعيف، مرسل ضعيف. عن قتادة قوله يرثني ويرث من آل يعقوب قال: كان الحسن يقول يرث نبوته وعلمه. ولو كان عند الحسن الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاب على زكريا في أمر هذا الدعاء لما قال أنه يرث العلم والنبوة. قول الحسن هو الصواب، وكذا المنقول عن مجاهد أن الوراثة المقصودة وراثة العلم والنبوة كما ذكر. قال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية وأتى على يرثني ويرث من آل يعقوب قال: رحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته. يعني كان هيضره إيه يعني؟ زي ما قلنا إن ده نوع من العتاب يعني، بس ده أصلا لم يصح نهائيا. عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله زكريا وما كان عليه من ورثته، ويرحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد. يعني لقد كان يأوي إلى ركن شديد. عن السدي: يرثني ويرث من آل يعقوب قال: يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب. وده الصواب في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق على صحته: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. الحديث أصله في الصحيحين: لا نورث ما تركناه صدقة. اختلفت القراء في قراءة يرثني ويرث من آل يعقوب، قرأت ذلك عامة قراء المدينة ومكة وجماعة من أهل الكوفة يرثني ويرث من آل يعقوب برفع الحرفين، بمعنى فهب الذي يرثني ويرث من آل يعقوب. وقرأ ذلك جماعة من قراء أهل الكوفة والبصرة ويرثني ويرث من آل يعقوب على جزاء والشرط، بمعنى هب لي من لدنك وليا فإنه يرثني إذا وهبته لي. كان ذا هب لي يرثني. وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب قراءة من قرأه برفع الحرفين على الصلة للولي، أن زكريا إنما سأل ربه أن يهب له وليا يكون بهذه الصفة. وكما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سأله وليا ثم أخبر أنه إذا وهب له ذلك كانت هذه الصفة، لأن ذلك لو كان كذلك كان ذلك من زكريا دخولا في علم الغيب الذي قد حجبه الله عن خلقه. واجعله ربي رضيا يقول: واجعله يا رب، واجعل يا رب الولي الذي تهبه لي مرضيا ترضاه أنت ويرضاه عبادك دينا وخلقا وخلقا. والرضي فعيل صرف من معنى مفعول إليه،
رضي يعني مرضي عنه، مرضي عنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.